الف مبروك على نجاح الحفل. الله يبارك فيك، ربنا يخليك، شكرا. حماقي، يمكن امبارح الجمهور تفاعل معاك بشكل كبير جدا، وده اللي عودتنا عليه دايما. عايزين نتكلم عن فكره ان انت امبارح حبيت توجه رساله من الحبيب لحبيبته خلال الحفل، يمكن الجمهور عجبته الفكره جدا. شايف ان الفنان ممكن يجمع بين حبيبين في اغنيتين مختلفين؟ طبعا اكيد بشكل يعني بشكل ما ده بيحصل بنسبه، يعني اوقات كتير قوي كان بييجوا ناس يقولوا لي في افراحهم، وكان يقول لي مثلا انا تعرفت على مراتي ايام ما اتعرف قبل ما اتجوز على مثلا اغنيه كذا، وكنت بهدلها اغنيه كذا. فده بيحصل احيانا، ودي حاجه اكيد بتبسطني جدا. لو مش محضر اغنيه في الحفل واتطلبت منك للجمهور، ممكن تغنيها عادي جدا ولا؟ على طول بنعمل كده. اوقات بيبقى في اغاني مش عاملين عليها بروفات او مش عاملين بروفات كفايه، لو الجمهور طلبها بغنيها. عاوزين نتكلم عن الحفلات اللي بيحيها محمد حماقي، يمكن النهارده تاني حفل ليه، حفل المدرسه الفرنسيه. عاوزين نتكلم عن الحفل ودعوتك للحفل تمت ازاي، واختيار حماقي بيتم بناء على ايه؟ الاكثر جماهيريه ولا الاكثر طلبا من الجمهور؟ بص، السؤال ده يعني ما اظنش بيكون سؤال يتوجه لي انا، هو بيبقى بناء على يعني بناء على ايه، او الطلب عليا بناء على ايه. ولكن انا ممكن اكلمك عن مدرسه الليسين. النهارده الحفله جت لانه انا بنت اخويا هنا في المدرسه مريم، ولما كانوا عايزين يعملوا الحفله السنه اللي فاتت كانوا عايزيننا برضه نعمل حفله، ما كنتش ظروفي ما كانتش تسمح، فالسنه دي ظبطناها وانا موجود معاهم النهارده. يا رب ان شاء الله يقدر يبسطهم. يا رب ان شاء الله. اللي محضر لهم ايه مفاجاه النهارده المدرسه، خاصه بنت اخوك؟ يعني في اغنيه من الحاجات اللي انت بتقولها دي مش عاملين عليها بروفات قوي، بس امبارح فاجئتني مريم ان عايزاني اغنيها، فهغنيها. يا رب تطلع كويسه بس ان شاء الله. مؤخرا اشاعت اشاعه كده في ان تم استبعادك او رجوعك من المطار بسبب عدم دخولك لدبي، عايزين نحقق الموضوع بس نتكلم. بص، الحكايه دي مزعجه شويه، يعني فكره انه اخبار تتقال مش حقيقيه او اخبار مش صح، وبقت بسهوله جدا بتنتشر جدا وبتاثر في الناس. يعني اللي حصل بالظبط ان انا كان عندي ايفنت في دبي، وكان فيري شورت نوتس، يعني ما كانش متقال لي عليه من بدري، لانه كان لي علاقه باحد الشركات اللي انا ماضي معاهم رعايه اتش تي سي، وكانت فيري شورت نوتس، يعني الايفنت ما كانش متحضر له من كتير، فما كانش في وقت كفايه ان هم يلحقوا يطلعوا الفيزا. فكان المفروض اليوم اللي انا سافر فيه ده، الايفنت كان تاني يوم، فكان المفروض الفيزا تطلع يومها الصبح. ففضلت يعني ميعاد الطياره كان الساعه 12:05، احنا من الساعه 8 9 الصبح في تليفونات معاهم انه خلاص طلعت الفيزا، خلاص طب معلش اتحرك على المطار، وعلى ما توصل المطار هتكون وصلت لك الفيزا. حصلت حاجات هناك اخرت الفيزا شويه، فده اللي خلانا ما نلحقش الطياره الاولانيه، واستنينا اللي بعدها. مبروك اختيارك سفير لماركه اتش تي سي في الوطن العربي. عاوزين نتكلم عن اختيار النجم كباند براند محدد لحاجه محدده في بيمثلك ايه دلوقتي؟ ثقة طبعا الناس تحطها فيك، وانه ده معناه ان انت واصل لناس كتير، لان الناس تبتدي تستخدمك بشكل دعائي، فده اكيد بيبقى بعد ريسيرشز بتتعمل وبيعرفوا منها ان انت واصل لقاعدة كبيرة او عندك قاعدة جماهيرية كبيرة، فدي بتأكد الفكرة دي. وانا ببقى سعيد بصراحة لما بيتم اختياري من شركات، وخصوصا شركات كبيرة مثلا زي اتش تي سي.